ايه رايك في الجو الرومانسي اللي انا جايبك فيه ده؟ حلو قوي. عشان تعرف بس ان مصر في حاجات احلى من الكباب والكفته اللي انت بتنزل جري عليه. جري لك ايه؟ ما انت معايا اهو. يعني كباب وكفته ونيل ونوسه. يا نوسه وبسبوسه. عارف يا صالح، نفسي نعيش حياتنا كده اكل وفسح وحب وبس. ومالك؟ انا بحبك قوي يا صالح. وانا بموت في امك والله العظيم. طب ما تيلا بقى. يلا يلا نتجوز. جوزت ميلا. ليه بقى ان شاء الله؟ وانا عيبي ايه؟ لا انا اخر واحده تتطلق ولا انت اخر واحد مراته تموت. أنا ممكن أعرف أنا قلت إيه زعلك؟ إيه اللي أنا قلته غلط؟ يا صالح، صالح أنا بحبك وعايزة أبقى مراتك. هو أنتوا ليه يا رجالة بتحللوا كل حاجة لنفسكم وإحنا لأ؟ هو أنتوا لما تبقوا عايزين حاجة مش بتقولوها؟ أديني قلت. بقول لك إيه يا معلم؟ لف ورجعني. ما تغبيش. انا صريح يا بنت. يلا بينا العروسه فوق. مش بقول انت ولا حصاد. خلاص البستان يا بنت. يلا صلى على النبي. انت حلوه يا نوجة. نوسة أعصابها تعبانة. يا ليلي يا ليلي.
انا سامع عريس. انت باين عليك مزاجك هنا يا ابن عمي.